فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في معارض السيارات يقول البائع أو صاحب المعرض أبيعك هذه السيارة على أنها حديد فلا تحاسبني على أي عيب يكون فيها. هذا كذاب، هذا يستر العيوب اللي فيها ويقول ترى إن اشتغلت ترى يبا طالبك ترى كومة حديد. هذا كذب، هذا كله كذب لأجل يسقط الخيار للمشتري، هذا شرط فاسد. فإذا بان بها عيب فإنه يؤخذ بحكمه ولا يلغيه البائع بكلامه هذا. ما باع حديده، باع سيارة. نعم.